أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من موقع ارفع صوتك، أب يمني فقد أسرته في حادث إرهابي يقول لموقع إخباري: لم أتلقى حتى اتصالا واحدا من مسؤول يعزيني. ومن عدن الغد، قصة مقتل أب وابنه جندتهما ميليشيات الحوثي في وصاب. وفي جولتنا من الصحافة الفرنسية، صحيفة فرنسية: إيطاليا متهمة بالتواطؤ في وفيات المدنيين في اليمن. وأخيرا صحيفة عربية تعلن عن ترتيبات لدفع رواتب 1 مليون موظف حكومي في صنعاء ومدن أخرى. أهلا بكم، والبداية من أحد أبرز العناوين التي تصدرت موقع ارفع صوتك عن الحرب في اليمن: أب يمني لم أتلقى حتى اتصالا واحدا من مسؤول يعزيني. قال الموقع: لا يزال عبد الله الخليدي، وهو مواطن يمني قتلت زوجته وطفله البالغ من العمر 9 سنوات بهجوم إرهابي قبل شهرين، غير قادر على تجاوز صدمته النفسية والجسدية. يقول الرجل الستيني متحدثا لموقع ارفع صوتك عبر الهاتف من مدينة عدن جنوب غربي البلاد: صحتي تدهورت كثيرا بعد الحادثة، أحيانا أعجز عن النوم، أتخيلهما في كل زوايا المكان. وفقد الخليدي الذي بات يفكر جديا بالهجرة من البلاد زوجته وطفله إلياس نهاية فبراير الماضي بهجوم إرهابي بسيارتين مفخختين استهدفتا مقرا لقوات مكافحة الإرهاب في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة للبلاد. ويسرد الموقع قصة الأسرة: كانت عائلة الخليدي على وشك العودة إلى المنزل من جولة للتنزه في ساحل جولد مور السياحي عندما هاجم الإرهابيون المقر الأمني القريب من المكان المكتظ بالمتنزهين، ما أسفر عن سقوط تلك الحصيلة الثقيلة من القتلى والجرحى. وقال عبد الله الخليدي بعد وقت قصير: تفاجأت باتصال من ابنتي وهي تبكي. فهم الخليدي من ابنته أنهم في المستشفى ثم انهارت ولم تستطع مواصلة الحديث، لكن شخصا آخر شرح له ما حدث. وأضاف الخليدي وهو مغترب في بريطانيا: عاد إلى عدن خلال فترة الحرب الحالية لزيارة عائلته، معاناتي لا توصف، لكنني أحاول قدر الإمكان تمالك نفسي وإسعاد طفلي الناجيين من الحادثة لاستمرار مشوار الحياة معهما. عن رحيل موثق تاريخ مارب المعاصر، كتب علي العقيلي مقالا تنشره قناة بلقيس، وقال في أجزاء منه: رحل عنا وبشكل مفاجئ وصادم الصحفي المأربي العملاق عبد الله القادري موثق تاريخ مأرب المعاصر. رحل شهيدا بعد أن طالته يد الغدر الحوثية باستهدافها الغاشم والجبان للصحفيين في منطقة قانية جنوب محافظة مأرب. الصحفي القادري لم يكن مراسلا تلفزيونيا ومديرا لقسم في إذاعة محلية فحسب، بل كان صحفيا بحجم وطن وقضية، فلا حدث يفوته ولا أراه بذلك إلا الموثق الأبرز لتاريخ مأرب المعاصر. ذلك التاريخ الأبرز والأهم في اليمن، والذي لعب دورا كبيرا في الحفاظ على ما تبقى من الدولة اليمنية، ومثل حضنا وملاذا آمنا للشعب اليمني. لم يكن عبد الله الصحفي الوحيد من أبناء مأرب، ولم يكن أكبرهم سنا ولا أقدمهم عمرا في مهنة المتاعب، بل كان أنشطهم وأكرمهم، وقد أثرى وسائل الإعلام المحلية والعربية بالكثير من المواد الإعلامية المصورة لتلك الأحداث المحورية المصيرية الهامة التي كانت تشهدها المحافظة، وتحتاج كثيرا إلى التوثيق والتغطية الإعلامية بشكل كبير يرقى إلى حجمها. هناك في قانية البداية والنهاية لموثق تاريخ مأرب المعاصر، شهيد الحقيقة سقط على أرض بلاده وروى ترابها بدمه الطاهر. هوى على الأرض رحمه الله، وهوى كل ما بيده من سلاح، فوهته عدسة من زجاج وذخيرته قرص تخزين إلكتروني، لكن ذلك السلاح السلمي الذي كان يحمله الشهيد القادري لرصد حقيقة ما يحدث كان يزعج ميليشيا الموت والدمار والتخلف، كونه يوثق جرائمها في استهداف المدنيين بالصواريخ والمدفعية وتفجير المنازل وزراعة الألغام ونشر الحروب
والدمار. موقع يمن مونيتور يرصد استمرار مسيرة ميليشيا الحوثي في تفجير منازل اليمنيين، وعنوان الموقع: الحوثيون يفجرون منازل للمواطنين في تعز وسط اليمن. قال الموقع نقلا عن مصادر محلية إن مسلحي جماعة الحوثي فجروا منازل للمواطنين في منطقة الحيمة بمحافظة تعز. وقالت المصادر إن المسلحين الحوثيين فجروا منزل المواطن أحمد الحربي بعبوات الديناميت في قرية الأكمة بمنطقة الحيمة العليا بمديرية التعزية شمال شرقي المدينة. وبحسب المصادر فإن المسلحين الحوثيين مستمرون في القصف العشوائي على منازل المدنيين منذ 3 أيام بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة عقب مواجهة مع الجيش اليمني والمقاومة. وكان سكان محليون من ذات المنطقة ذكروا أن المسلحين الحوثيين قاموا بتفجير منزل المواطن عبد الفتاح عبد الجليل عطاء بعبوات الديناميت في قرية المنزل بمنطقة الحيمة. لم يكتفي أحد مجندي ميليشيات الحوثي بالذهاب للقتال في صفوفها، بل أخذ أصغر أبنائه معه للحرب. ويعنون موقع عدن الغد: حوثي ونجله الصغير يقضيان نحبهما خلال غارة للتحالف العربي. قالت التفاصيل: لقي مقاتل حوثي مصرعه رفقة نجله الصغير خلال غارة صاروخية لإحدى مقاتلات التحالف العربي. ويذكر أن الأب فيصل عبد الوصاب من مديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار، وبعد أن وصل لطريق مسدود ذهب كفرد في صفوف الحوثيين بغرض الحصول على مبالغ مالية. يضيف الموقع: أخذ معه نجله الصغير واسمه أمير كي يكون المبلغ مضاعفا، لكن قصفا لمقاتلات التحالف العربي في جبهة القتال أودى بحياة الأب والطفل. عن الانتقام: كتب السياسي اليمني سفير اليمن لدى لندن ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور في الموقع بوست مضيفا: في المواجهة مع الانقلابيين الحوثيين، هل يصبح صوت الانتقام أعلى وأشد حماسا من صوت استعادة الدولة؟ لو كانت الإجابة بنعم وتحول الأمر على هذا النحو، فلا شك أن الحوثيين سيجدون ما يسوقون به عدوانهم على الدولة وتزكية ما يجعل معركتهم مقبولة اجتماعيا. الحرب التي تختفي فيها الدولة ويظهر فيها الانتقام كعنصر محرك لسير المعركة تنتهي إلى نهايات تظل الدولة غائبة فيها إلى ما لا نهاية. والحوثيون الذين اعتدوا على الدولة منتبهون لحقيقة أن معركتهم مع سعادة الدولة خاسرة بكل معنى الكلمة. لذلك فإنهم يصعدون على الجبهة الأخرى بمزيد من القمع والإجراءات التي كان من بينها قتل حليفهم القديم صالح، وهي إجراءات تنم عن خطوات مدروسة لإكساب معركتهم مشروعية تاريخية ببعد انتقامي يعزلها تماماً عن القضية الحقيقية المتعلقة باستعادة الدولة. وسيتحقق لهم ذلك لو نجحوا في جر الآخرين إلى هذا المستنقع وإنتاج خطاب انتقامي مقابل، حيث يختلط الحابل بالنابل وتضيع الدولة في هيصة هذا الخطاب المأفون بروح الانتقام. لا يجب أن نصفق لمثل هذا الخطاب، لأنه ملغوم بثقافة داحس والغبراء، وهو يوفر لمن اعتدوا على الدولة وصادروها فرصة الهرب من استحقاق وطني. لابد أن يتحملوا مسؤوليته. المظاهرة التي خرجت أمس في عدن حاملة العديد من المطالب، قال موقع المصدر أونلاين وفي عنوان بارز إنها للمطالبة برحيل قوات التحالف والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجونها. قال الموقع: خرجت مسيرة في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن للمطالبة برحيل قوات التحالف العربي وفي مقدمتها الإمارات. وطلب المحتجون برحيل التحالف بسبب ما يقوم به من اعتقالات ضد المدنيين وانتهاكات ضد حقوق الإنسان، إضافة إلى مطالبة الحكومة برحيلها بسبب تدهور الأوضاع بالمدينة. وجدد المحتجون مطالباتهم بإخراج المعتقلين من سجون التحالف، وردد المحتجون شعارات: بالروح بالدم نفديك يا عدن.
رغم أن المعارك لا تزال على أطرافها ومخربي الداخل يفسدون انتصارات المدينة، تمضي تعز في محاولة ترميم مبانيها وتعويض خسائرها. وعنوان موقع المشاهد نت: محافظ تعز يوجه بترميم الأماكن التراثية التي طالها دمار الحرب في المدينة. قال الموقع إن محافظ تعز الدكتور أمين أحمد محمود وجه مكتبي الأوقاف والسياحة بالمحافظة بترميم المعالم الدينية والتاريخية التي تعرضت للدمار بفعل الحرب التي شنتها ميليشيات الانقلاب على المحافظة. وقال مصدر في ديوان محافظة تعز إن توجيهات المحافظ قضت بترميم وتأهيل جامع الأشرفية وجامع المظفر وقبة الحسينية التي نالها كثير من الدمار نتيجة الحرب. يتابع الموقع: تمثل المعالم المذكورة رمزية وشواهد حاضرة على عمق ثقافة الإسلام والتعايش بين المذاهب الدينية والرؤى الفكرية في المحافظة. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المنوعة، فابقوا معنا. نفرد مساحة لتغريداتكم ومنشوراتكم على كافة مواقع التواصل الاجتماعي. نجمع أبرز ما تناقلته تلك المواقع ونقدمها لكم. كيبورد، صدى أصواتكم وأفكاركم، فكونوا على الموعد. أهلا بكم من جديد إلى جولتنا في الصحافة الفرنسية. نطالع فيها من صحيفة لوكوغيا انترناسيونال الفرنسية العنوان التالي: إيطاليا متهمة بالتواطؤ في وفيات المدنيين في اليمن. تقول الصحيفة في التقرير الذي ترجمته قناة بلقيس إن مجموعة من المنظمات غير الحكومية تقدمت بشكوى إلى مكتب المدعي العام في روما، متهمة شركة إيطالية ببيع قنابل مسؤولة عن مقتل 6 مدنيين بينهم 4 أطفال في اليمن، كما يتساءلون عن مسؤولية الوكالة بشأن تنظيم بيع الأسلحة. تضيف الصحيفة: هذه ليست المرة الأولى التي تدين فيها المنظمات الإنسانية استخدام الأسلحة الإيطالية في اليمن من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، كما كتب إلفو كوتيديانو، ولكن هذه المرة سيتم تسجيل الأدلة مباشرة في مكتب المدعي العام. في 17 أبريل تقدم ائتلاف من منظمات غير حكومية أوروبية ويمينية بشكوى إلى مكتب المدعي العام في روما بأن الفرع الإيطالي لمصنع الأسلحة الألمانية والسلطة الوطنية لترخيص صادرات الأسلحة متهمان بالتواطؤ في ضربة جوية قاتلة أطلقها التحالف على اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية. وفي 8 أكتوبر 2016 تم قصف قرية دار الحجر في شمال غربي اليمن على ما يبدو من قبل التحالف السعودي. أسفر الهجوم عن مقتل عائلة مكونة من 6 أشخاص من بينهم امرأة حامل و4 أطفال. ووفقا للملف الذي قدمته المنظمات في روما، تم إنتاج القنابل المستخدمة من قبل شركة. تقول صحيفة لا ريبابليك الإيطالية: تعتبر بقايا القنابل المتكشفة في أنقاض المنزل كافية لتتبع أصل الصناعة. هذه قنابل ذكية يتم التحكم فيها عن بعد، ويجب أن يكون هامش الخطأ فيها حوالي 1 متر، ومع ذلك دمروا عائلة من المدنيين بعيدا عن العسكريين الذين كانوا في نقطة تفتيش على بعد أكثر من 300 متر. إلى صحيفة الشرق الأوسط والتي عنونت في الشأن اليمني: الحكومة اليمنية تدعو المغرر بهم إلى الانتصار للدولة المدنية. قالت الصحيفة إن رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر دعا المغرر بهم في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية للعودة إلى صوابهم والانتصار للدولة المدنية واليمن الاتحادي الذي يضمن توزيعا عادلا للثروة والسلطة. وقال بن دغر: شعبنا اليمني لن يقبل بالخرافة والحق الإلهي في الحكم،
وسيدافع عن المبادئ الوطنية العظمى في الدفاع عن ثورتي سبتمبر وأكتوبر العظيمتين. في موضوع آخر، نقلت الصحيفة عن العقيد عبد الباسط البحر نائب متحدث محور تعز العسكري قوله: المعارك ما زالت مستمرة في جبهة الكدحة غرب تعز بالتوازي مع الدفع بقوات جديدة للجيش الوطني ومساندة قوية من مقاتلات التحالف العربي. وأوضح ما يدور في مفرق المخاء هي معارك كر وفر بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من أبناء الصبيحة من جهة وميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى، فيما انطلق الهجوم على الانقلابيين من معسكر خالد بن الوليد وحتى المفرق. حروب العرب المتناسلة ووهم الانتصار، تحت هذا العنوان كتب سعيد كيوان مقاله المنشور في العربي الجديد. حروب عربية تتناسل منذ 70 عاما على الصعيد الإقليمي وبين الدول العربية وفي داخل كل دولة، تبدأ مع الاحتلال الإسرائيلي ولا تنتهي مع احتلال طغمات عسكرية السلطة وقمع حريات الناس وعقولهم والسباحة لقمة عيشهم، مرورا بالثورات الشعبية المجهضة التي يتم تحويلها إلى حروب أهلية أو إلى إرهاب أو الاثنين معا. فكانت النكبة الأولى التي انتهت باحتلال إسرائيل أراضي فلسطينية وبدء النزوح الفلسطيني، تلتها نكسة حرب 1967 التي انتهت باحتلال أراض عربية في سيناء والجولان الذي لا يزال محتلا منذ أكثر من 50 عاما في ظل حكم عائلة البعث الأسدي، فيما حكمت عائلة البعث الصدامي العراق نحو 3 عقود وشنت الحروب. وبدأ القرن 21 بعبور دبابات جورج بوش الابن في 20 مارس 2003 جسر بغداد، فيما كان وزير إعلام صدام حسين محمد سعيد الصحاف يخطب متوعدا العلوج بهزيمة نكراء. ومنذ ذلك التاريخ وعلى مدى 15 عاما تتناسل الحروب الكبيرة والصغيرة في العراق. سبقت انتفاضة 14 من آذار اللبنانية ثورات الربيع العربي التي انفجرت بعد 5 سنوات في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، وأطاحت بحكام تونس ومصر وليبيا، والتي شكلت بريق أمل لانعتاق الشعوب العربية من أنظمة القمع والاستبداد، لكن ربيع اليمن وليبيا وسوريا تم إجهاضه وتحول إلى حروب واقتتال دموي مزق النسيج الداخلي لهذه الدول وإلى لعبة في أيدي الكبار. عقب نكسة 1967 علمت الأنظمة الشعوب العربية أن النصر يتم أو يعلن قبل وقوع الحرب نفسها ليصبح بعدها تحصيل حاصل، وما هم إذا كان الخراب يلفنا وضحايا من حولنا بعشرات الآلاف وسيادتنا مستباحة. قالت صحيفة العربي الجديد إن الحكومة الشرعية في اليمن اتفقت مع جماعة الحوثي مبدئيا على إجراءات تستهدف استئناف دفع الرواتب ابتداء من يوليو المقبل بالتوازي مع تسوية مرتقبة لتوحيد المصرف المركزي المنقسم حاليا بين الطرفين المتصارعين وسط تحديات تواجه هذا الاتفاق، أبرزها تدهور الأوضاع الاقتصادية وعدم وجود موارد مالية كافية رغم تسلم اليمن للوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار. وكشفت مصادر مسؤولة في البنك المركزي اليمني للعرب الجديد عن ترتيبات يقوم بها البنك المركزي بدعم دولي لاستئناف دفع رواتب نحو 1 مليون من موظفي الدولة في العاصمة صنعاء وبقية مناطق الحوثيين بعد توقف دام لما يزيد عن 1.5 عام، إلا أن ذلك لا يعني انفراجة كاملة في ظل وجود تحديات أمام تنفيذ الاتفاقات المبدئية. وبحسب المصادر التي رفضت ذكر اسمها، فإن جهودا يقوم بها محافظ البنك والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث أسفرت عن تفاهمات بين الحكومة الشرعية التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن وجماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء لصرف الرواتب ابتداء من يوليو المقبل.
ويتولى فريق فني من البنك المركزي في عدن بالتنسيق مع فريق آخر في فرع البنك بصنعاء إعداد آلية لصرف الرواتب بحسب كشوف عام 2014، وبحيث يتم استئناف صرف الرواتب في يوليو المقبل، على أن تتولى السعودية دفع الرواتب المتأخرة عبر ما يسمى العمليات الإنسانية الشاملة. بينما يصبح العالم أكثر تنافسية ويصبح من الأكثر صعوبة على الشخص العادي أن يتخيل المسار الحالي الذي يمكن أن يقود إلى غد أفضل، فإن الرغبة في الأيديولوجيا ستتصاعد. ليست الأيديولوجيا هي التي تشكل العلاقات الثنائية، لأنها لم تظهر بعد أي أيديولوجيا تستطيع أن تلتقط روح العصر. هكذا بدأ جاكوب شابيرو مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد، كما ترجم المقال علاء الدين أبو زينة من ذات الصحيفة. تمتعت الأيديولوجيا بفترة مزدهرة، حيث حكمت لنحو 52 عاماً منذ العام 1939 الذي بدأت فيه الحرب العالمية الثانية، ولا تزال ذكرى تلك الحرب تطارد العالم. ومثل الحرب الباردة، كانت الحرب العالمية الثانية حرب أيديولوجيا: الليبرالية الديمقراطية، الشيوعية، والفاشية، والتحرر الوطني في توريفات مختلفة. وفي حقيقة الأمر، لا تزال مجازات الحرب العالمية الثانية وعباراتها كلية الحضور اليوم، وتستخدم في أي محادثة يعبر فيها أحد عن عاطفة متطرفة. وكذلك الاقتتال على الذاكرة التاريخية للحرب العالمية الثانية، والذي يستعر على ما يبدو على أساس يومي في العناوين الرئيسية. في بولندا يتواصل هذا الاقتتال على الذاكرة التاريخية حول من هو الذي يجب أن يسند إليه اللوم عن ارتكاب جرائم حرب معينة. وفي كوريا الجنوبية يدور القتال حول كيف يجب تحميل اليابان المسؤولية عن فظاعاتها في زمن الحرب، لكن العالم اليوم لا يشبه ذلك العالم المشحون أيديولوجياً في الأعوام ما بين 1939 و1991، فيما يعود جزئياً إلى مدى الرعب الذي يشعر به العالم من العودة إلى مثل تلك الأوقات. وفي واقع الأمر، يبدو العالم اليوم أكثر شبهاً بكثير بما كانت عليه الأحوال خلال العقود التي سبقت صراعاً عالمياً مختلفاً، الحرب العالمية الأولى. لم تكن تلك حرباً أيديولوجية، كانت حرباً من أجل القوة الوطنية من دون تظاهر في زمن صعود القوى وهبوطها. وفي ذلك الوقت، لم تعد ألمانيا ترغب في انتظار سقوط الإمبراطورية البريطانية، وأرادت الولايات المتحدة أكثر من أي شيء آخر أن تترك لشأنها. والعثمانيون والمجريون النمساويون والروس كانوا يتدهورون ببطء ويبحثون عن طريقة لضخ شيء من الحيوية في عروق أنظمتهم السياسية الفاشلة. وفي تلك الأثناء كان الفرنسيون يبتكرون الجبن الطري ويحاولون نسيان عصر الثورة ونابليون. وعندما تم اغتيال الأرشيدوق فرانز فيرديناند، كان نظام التحالفات الأوروبي مبنيا بطريقة جعلت من نشوب الحرب أمرا حتميا. أعلنت أسماء الفائزين بجوائز مسابقة سوني العالمية للتصوير 2018، حيث فازت البريطانية إليس توملينسون بلقب مصور السنة عن سلسلتها الأخاذ عن الحجاج، فيما شملت بعض الصور الفائزة الأخرى أحداثا سياسية وثقافية وكذلك عالم الطبيعة. فيما يلي مختارات من تلك الصور كما عرضتها شبكة البي بي سي، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.